كيف تابعت خبر رحيل فضيلة الشيخ علي جابر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما بعد، حقيقة رحيل الشيخ علي جابر هو قد آلمنا وأحزننا كثيرا، كما آلم وأحزن الكثير من المسلمين الإندونيسيين هنا. فقد كان هو مثال جيد يحتذى به كداعية عربي شد الرحال إلى هذه البلاد المتعطشة إلى الإسلام، وقد أعطى مثالا رائعا خلال فترة حياته للدعوة الإسلامية هنا في بلاد إندونيسيا. ولعله من أهم وأفضل ما قدمه هنا كمثال في إندونيسيا هو وحب الناس له، هو التواضع الذي كان يتسم به في جميع مراحل أعماله. فقد قدم الكثير لبلاد إندونيسيا من ويعني ساهم في إنشاء معاهد للقرآن الكريم، دعمها دعما كبيرا، والناس كانوا هنا يحبونه على سلاسة دعوته وبساطته وحبه للجميع. وقد سافر إلى كثير من الجزر الإندونيسية التي هي كل جزيرة حقيقة تعتبر في هذه البلاد كما تعرفون هي تعتبر بمثابة دولة، لأنهم هم 300 مليون نسمة. وقد اشتهر الشاب الشيخ علي جابر، اشتهر بتواضعه كما ذكرت لكم، وقد ذهب إلى أغلب هذه الجزر وزرع فيها ثمارا طيبة ولله الحمد. قد رحمة الله. آلمنا هذا الخبر، وكان حقيقة خبرا مفاجئا يعني في هذا الموضوع، لأنه كما تعرفون أنه في الفترة الأخيرة أنه قد تحسنت حالته، ولكن تفاجأنا بمفاجأة بأنه قد انتقل إلى رحمة الله تبارك وتعالى. كانت تربطني مع الشيخ علي جابر علاقة طيبة، ليس فقط هو بل هو وإخوته، وهم من عائلة طيبة حقيقة، كلهم من حفظة القرآن، وهم كلهم أيضا الآن يحذون حذو الشيخ علي جابر في هذا المجال، مجال الدعوي. وتعرفون أن بلاد إندونيسيا هي بطبيعتها تحب الدعاة العرب، يعتبرونهم أنهم من نسل الصحابة، ويعتبرونهم أنهم هم الدعاة الفاتحين سابقا، وهؤلاء هم الأحفاد الذين جاءوا ليكملوا مسيرة الإسلام، لأن إندونيسيا هي أكبر بلد إسلامي دخلها الإسلام، والإسلام لا زال يعني ليس قويا حقيقة، فتحتاج إلى الكثير من معرفة الأحكام الشرعية. ومن هنا جاء الدعاة ومن ضمنهم الشيخ علي جابر لكي يعمل هذه الوظيفة، وسبحان الله نجاحا لفت نظر الجميع، تناقلت وسائل الإعلام دائما أعماله ومشاريعه والدعوة التي قام فيها.